السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد مع برنامج اسأل طبيبك. وهاي الليلة راح نتناول موضوع غاية في الأهمية، وهو تأثير التدخين على وظائف القلب، واللي تتجاوز نسبة الوفيات السنوية بسببه في جميع أنحاء العالم أكثر من 3 ملايين حالة وفاة وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان. أعزائي المشاهدين، يواجه مدخنو التب خطرا متزايدا للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان، ولا يوجد أدنى شك بأن التدخين أصبح خطرا يهدد الصحة. وبحسب الدراسات الصادرة عن الاتحاد العالمي للقلب، بلغت معدلات الوفاة أكثر من 419 ألف أمريكي كل عام بسبب الأمراض الناجمة عنه، حيث يعتبر التدخين من العوامل الرئيسية المسببة لأمراض الشرايين التاجية، والتي بدورها قد تؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والتوقف المفاجئ للقلب. وبين الاتحاد العالمي للقلب على أن 80% من الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية يمكن تجنبها إذا تم التحكم في عوامل الخطر الرئيسية مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني. أعزائنا المشاهدين، اليوم راح نتطرق إلى هاي الموضوع الهام، وراح نجاوب على عدد من التساؤلات، وهي: ما هي أضرار التدخين على القلب؟ وكيف يؤثر التدخين على وظائف القلب؟ وهل يمكن علاج هذه المضاعفات التي قد تظهر؟ وما هو العلاج الذي يستخدمه الأطباء لعلاج هذه المشكلة؟ وكيف باتت هذه الظاهرة تؤثر على صحة الناس وإنتاجهم؟ وهل يستطيع المدخن القضاء على هذه الظاهرة من أجل صحته؟ أعزائنا المشاهدين، يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم مع البرنامج من خلال استقبال مكالماتكم والرد عليها من خلال ضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد بن ثاني، استشاري أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية. ونود أن نلفت عنايتكم إلى أن لكل من يود المشاركة في هذا البرنامج ولديه الرغبة في استشارة ضيف اسأل طبيبك، الاتصال على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة، وبالتأكيد راح نكون سعيدين بكل الاتصالات اللي ترد إلينا. مشاهدينا، في البداية خلونا نشوف هاي التقرير عن عمليات انتشار ظاهرة التدخين. تعاطي التبغ هو أحد الأمراض المزمنة غير المعدية، وبسببه قامت وزارة الصحة بإجراء المسح الصحي للأمراض المزمنة في مملكة البحرين قبل سنوات، ليتبين أن نسبة المدخنين في البحرين تقدر بأكثر من 20%، وكانت غالبيتهم من فئة الشباب. وترتب على نتائج هذا المسح القيام بعدة إجراءات، من ضمنها إنشاء عيادات متخصصة للمدخنين. أما الأسباب فهي عديدة التي تدفع الناس للتدخين، فعلى الرغم من التحذيرات التي تنشرها الصحة العالمية بخصوص هذه الظاهرة وأضرارها السلبية، إلا أن الغالبية من الناس غير مدركة لحقيقة خطورتها، وتستمر في التدخين أمام المجمعات التجارية وأمام المدارس وفي الأحياء وفي كل مكان تراهم يدخنون السيجارة والشيشة الإلكترونية التي غزت عالم الشباب اليوم. وتزداد هذه الظاهرة انتشاراً مع الأيام، مع انتشار الإعلانات الكاذبة التي تسعى للترويج للدخان بأنه غير ضار، سواء الدخان التقليدي أو الإلكتروني الجديد، إلا أنه حقيقة يحتوي على العديد من المكونات التي قد تقود الإنسان إلى الهلاك. وعلى ذات المستوى من انتشار التدخين، انتشرت كذلك الوسائل المساعدة للحد منه، كالعلكة ولصقات النيكوتين وغيرها من الأساليب الجديدة التي قد يلجأ إليها البعض للتخلص من هذه السموم. إن ظاهرة التدخين تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه مجتمعنا حالياً. إن ظاهرة التدخين تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه مجتمعنا حالياً. لذا لابد لنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الحد من انتشارها. وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف من الجميع.
مشاهدينا بعد ما تابعنا وإياكم هاي التقرير، عودة لبرنامجنا للحديث مع الدكتور خالد بن ثاني استشاري أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية. مرحبا فيك دكتور خالد معنا. مرحبا. دكتور، لك العديد من الدراسات التي يقوم بها العديد من الأطباء والأكاديميين في العالم لتحديد المشاكل وتأثيرات التدخين. حبذا لو تعطينا فكرة عن أهم أو أجدد هذه الدراسات وتأثير التدخين على جسم الإنسان. نعم، طبعا أثر التدخين ابتدى في نهاية الستينات على بداية السبعينات، كان عبارة عن دراسات مسحية كانت عملت على المرضى المصابين بأمراض اللي هو سرطان الرئة، وذيك الفترة اللي قبل العلاقة الوطيدة ما بين التدخين وما بين الإصابة بسرطان الرئة. ابتدت بعدين دراسات تتوالى من عدة السرطانات اللي كانت موجودة، بعدين شوي شوي ابتدت التعرف على مخاطر على القلب وانسداد الشرايين، وابتدت العلاقة وطيدة أن التجلط اللي هو يعني أو انسداد الشريان التاجي أو حتى الشرايين الدماغية أو الشرايين اللي هي المحيطية اللي هي يعني البريفير على قولتنا، هذه كذلك لها علاقة وطيدة أيضا بالتدخين. صار حين الموضوع أن التدخين له علاقة وطيدة، سواء دخنت سيجارة واحدة أو دخنت باكيت كامل، الفترة اللي تدخنها، الكمية اللي تدخنها، وتوالد الدراسات إلى اللي هو الفترة الحالية، العلاقة ما بين الشيشة والعلاقة ما بين اللي هو الإيسيجرت أو الشيشة الإلكترونية، كلها تقريبا نفس الضرر، وما تختلف ما بين الدراسات اللي تعملت او الدراسات المسحيه اللي تعملت في السابق او في الحالي او في الوقت الحاضر. ان شاء الله دكتور احنا راح نعرج على تاثير التدخين سواء كان بالشيشه او الشيشه الالكترونيه من خلال الحلقه. نعم. في السابق كان هناك اعتقاد سائد بان التدخين يؤثر فقط على الرئه، لكن مثل ما ذكرت بان التدخين يؤثر على جميع اجزاء الجسم. نعم. يمكن احنا في حلقتنا راح نركز على القلب او عضله القلب بالتحديد، فلو تعطينا فكره اشمل عن تاثير التدخين على القلب. طبعا التدخين او السيجاره نفسها تحتوي على عده مواد. اول هذه المواد اللي هي النيكوتين، القطران، أول أكسيد الكربون، في بعد بعض المواد السامة وبعض المواد المسرطنة نفس الكادميوم، كل هذه موجودة في السيجارة. طبعا السيجارة تحتوي تقريبا على 400 مادة سامة، 60 منها تقريبا معروف أنها هي مادة مسرطنة، خلينا نقول كل هذه المواد تسبب في عدة أمور. مثل ما أنتم شايفين يعني السيجارة تحتوي على أشياء كثيرة مثل ما تشوفونها في الصورة، كل هذه تسبب يعني تتفرع الاثر مالها. الاول الاثار اللي هي احنا نقول عنها الفري راديكلز، خروج بعض المواد اللي هي تعمل على زياده الاكسده داخل الجسم، هذه واحد. اثنين، تترسب هاي المواد، بعض المواد نفس النيكوتين والقطران تسبب اللي هو ترسب اللي هو المواد الضاره داخل الشرايين. ومع العوامل الثانية الموجودة منها السمنة، السكر، الضغط، تتفاعل تضاعف. طبعا وجود التدخين تقريبا يساوي 15 ضعف، يعني لو ما كنت مدخن يمكن هال 15 ضعف ما يكون موجود حتى لو كانت تواجدت العوامل الأخرى، لكن مع التدخين يزيد يعني نسبة اللي هو عوامل الخطورة عندك. فأولا اللي هي عملية اللي هي نقول عنها الالتهاب اللي على المستوى الخلية بحيث أنها تتفاعل بعدين تترسب هذه المواد، ثانيا ترسب هذه المواد وبعدين عملية اللي هو نشوء الانسداد داخل الشرايين التاجية. الجهة الثانية منها اللي هو وظيفة القلب، والجهة الثانية اللي احنا بدأنا فيها اللي هي انسداد الشرايين. وظيفة القلب إذا انسدت الشرايين تبدأ تضعف العضلة، تبدأ تضعف واحنا اللي نسميه طبعا اللي هو الفشل القلبي. طبعا العلاج يمكن يكون واحد ونتطرق له ان شاء الله، لكن في نهايه المطاف كل المواد الموجوده في السيجاره، لان في بعض المواد صرح بها وبعض المواد غير مصرح بها، لكن حتى لو صرح فيه في الاستخدام جزء منها مدمن يخليك يعني اكثر ادمانا، والجزء الثاني سام ومسرطن. فعلى حجمها الصغير لكن مع الفترة الطويلة تداولها يعني فترات في اليوم
تؤدي إلى مضار صحية شاملة للقلب ابتداء من الشرايين حتى العضلة. يعني نقدر نقول جميع المواد والعناصر الموجودة كلها في السيجارة سواء كانت مصرح بها أو غير مصرح بها تكون مضرة لعضلات القلب. دكتور هنالك أو انتشرت في الفترة الأخيرة ما يسمى بأمراض أوعية الدم المحيطية، عرفنا أكثر على هذه الأمراض. يمكن التسمية العربية شوية يعني صعبة على بعض. المحيطية اللي هي احنا نقول عنها الأوعية الدموية أو الشرايين الطرفية اللي هي الموجودة في الأيادي، الموجودة في الرجلين، الموجودة في الرأس والدماغ، وواصلة إلى اللي هو جميع أجزاء الجسم. علاقة وطيدة خصوصا المرضى اللي عندهم مثلا سكر، يقول لك مثلا لا سمح الله صارتني غرغرينة أو نسد عندي الشريان، يكون دائما العلاقة بالتدخين. الشيء الغريب اللي هو وجد أن إذا مثلا صار في الجهة اليمين بيصير في الجهة اليسار. وأول ما يقلع الإنسان تقل كمية ترسب المواد داخل الشرايين، فالانسداد في الشرايين في الرجلين أو هو الكمن اللي نقول عنه، ويليه بعدين اللي هو الشريان اللي هو الموصل إلى الدماغ في الجهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وبعدين الشرايين الثانية الصغيرة اللي موجودة في الجسم سواء الكلى أو بقية الأعضاء خصوصاً بعد الأمعاء بعد. دكتور، عودة للحديث عن الأبحاث الطبية، هنالك العديد من الأبحاث الطبية بينت هنالك علاقة وطيدة ما بين التدخين وبين احتشاء عضلة القلب واللي يؤدي في النهاية إلى الوفاة. عرفنا أكثر على احتشاء عضلة القلب. احتشاء عضلة القلب اللي هو هنسميه الجلطة القلبية. وقت اللي هو يعني وفي تصنيفات كثيرة للاحتشاء عضلة القلب، اللي احنا دائما نخاف منه اللي هو الاحتشاء الكامل أو الانسداد الكامل للشريان. التدخين أحد أهم وأكبر العوامل الموجودة المسببة لاحتشاء عضلة القلب. من بين اللي يصيدهم احتشاء عضلة القلب نلاحظ أن هناك تقريبا خليجيا، خلينا نتكلم على المستوى الخليجي وعلى المستوى البحريني، تقريبا 70% من اللي صار لهم احتشاء قلب مدخنين. هني في البحرين تقريبا 50% من الدراسات اللي اجريناها مجمع سلمان الطبي يدخنون، فنسبه كلش عاليه. البحرين تقريبا الثانيه خليجيا، يعني اول شيء الكويت بحدود 30% من فئه الشباب مدخنين، اتي البحرين ثانيا في نسبه اللي هو الشباب تقريبا 25% منهم مدخنين. هاي نسبه عاليه اذا قارناها بدول اخرى نفس امريكا 17%، نسبه عاليه جدا، وهاي طاقه شبابيه مهدره. اذا نظرنا لها ان على المدى البعيد الاثار الصحيه والكلفه على 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 البلد شلون بتكون. دكتور، فعلا أرقام جدا مخيفة. يمكن إذا ذكرت الشباب، ما هي نسبة الشباب اللي يصابون بهذه الجلطة؟ يعني ممكن نقول إن عادة ولما نقول جلطة يباتر إلى الأذهان ناس كبير في العمر، هل هم شباب وفي ريعان العمر مقترب العمر من يصابون بالجلطة القلبية؟ نعم، للأسف هو إحنا دائما مثلا قد يسمع أحد أنه والله حد مات فجأة، كان يسوي كان نشيط كان ما عنده لا سكر ولا ضغط وما تفاجئ، لكن يمكن يكون مدخن. بعض منكم ما يكون مدخنين كشرط، لكن أغلبهم يكونوا مثلا مدخنين. الموت المفاجئ نسبة هني تقريبا في إذا قلتي في المستوى الخليجي 5%، أن في اللي هم من عمر تقريبا أقل من 50 سنة، 45-50 سنة أقل، اللي هو sudden death إحنا نقول عنه. إذا نظرتي لها من ناحية ثانية، هل بإمكان اللي هو تجنب هاي الشيء؟ التوعية حق الشباب خصوصاً في هاي الفئة، لأن قد يكون الأسباب ثانية، يعني اللي هو يعني الموت المفاجئ، لكن ارتباطه بالهو التدخين جداً معلوم. عملية اللي هو ترسب وتصلب الشرايين في الفئة هذه العمرية طبعا تبتدي من سن 20 سنة، تتسارع ونفس ما قلت لك بـ15 ضعف، يعني على مدى لو قلنا واحد بدا في سن يعني مثلا المراهقة 15 سنة 16 سنة، هو معلوم على فكرة أن التدخين يزيد نسبة الشيخوخة، يعني ترى يعني تشيب قبل عمرك.
فلو واصل 10 سنوات، هاي 15 سنة ضيفي عليها زيادة، يعني واحد قلبه 20 سنة مجازيا بقولنا وصل تقريبا عمره 55 سنة إذا تم يواصل بشراهة مع التدخين. دكتور، يمكن احنا ذكرنا في بداية لقائنا بأن هنالك العديد من وسائل التدخين، منها شيشة أو الشيشة الإلكترونية، هل جميعها تتساوى في مقدار الخطورة أو هنالك نوع يفوق خطورة الأنواع الأخرى؟ كلهم تقريبا نفس الشيء. طبعا يخدع المدخن نفسه إذا قال مثلا الشيشة أقل ضررا لعدم احتواها مثلا على التتن اللي هو المواد التبغية نفسها، يخدع نفسه بعد إذا يقول السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية كلها تحتوي على مواد سامة ومواد ضارة ومواد مسرطنة. المشكلة أن الشيشة بحد ذاتها كحسبة ما تعادل 30 جيجارة، يعني الراس الواحد على قولتنا يعني كأنك مدخن قوطي كامل، يمكن قوطي وشيء أزيد حتى، بمجرد أن في جلسة واحدة لو كانت ساعة واحدة بتغير الراس مرة ولا مرتين أو بتغير، خلافا على وجود الطعم، يعني طعم الشيشة نفسها وريحتها والضرر واحد. يمكن ما في دراسات قاست مثلا هنقول عن مثلا الكمية بقدر ما هي الضرر موجود، سواء دخنت جيجارة واحدة أو 30 جيجارة الضرر موجود. دكتور، ماذا عن الشيشة الإلكترونية؟ يمكن لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشارها، ويمكن كانت مصرحة، ولاحظنا حتى هنالك العديد من الأطباء صرحوا وأعلنوا بأن هي بديلة عن السجائر، هل تتفق معهم في هاي الشيء؟ ما بتفق وياهم، لأن سبحان الله يعني يجي توقيت يعني الحلقة يعني مناسبة. وبقول عنه آخر دراسات كانت في جونز هوبكنز، كانت على الفئران عزكم الله، ولما جربوا معاها اللي هو التدخين الإلكتروني أو الهاي أصيبوا الفئران فيها بالأمراض الرئة والسرطان في الرئة، ما في فرق. الدراسة الحديثة اللي صادرة الحين طبعا اللي هو كمية التدخين، هل في فرق عن ما دخن أنا سجارة إلكترونية عن السجارة العادية؟ وجدوا طبعا أن التدخين لمدة 30 ثانية السجارة الإلكترونية ما يعادل تدخين السجارة الواحدة لمدة 5 دقائق في أثرها على الشرايين الرئيسية في يعني الجسم، حتى أخطر من السجائر العادية. خلينا نقول يعني إذا نقول 30 ثانية منها تعادل 5 دقائق. سوري، 30 دقيقة سوازي 5 دقائق. يعني أنت بعدين لحظة إنه هو قاعد يدخنها يعني كل شوية، يعني ياخذ نفس نفسين عقب مثلا يقفلها يرد شغله عقب مرة ثانية، أو حتى بعضهم يدخلونها داخل الشغل لأنه يقول لك إن مريحتها ما تأثر على الجو وهاي وما حد بيدري يعني. لكن في نهاية المطاف ترى الأثر واحد، وهاي الدراسة صدرت يعني تقريبا قبل أسبوع أو أسبوعين وأعلن عنها أن ترى الأثر ترى ما في فرق، وصدر في الجمعية الأمريكية للقلب، فما في فرق ما بين الثنتين حتى لو كانت الفترة الزمنية، لكن الأثر واحد. دراسة جدا مفيدة، وأنا أتمنى بأن العديد من الناس يسمعوها، لأن فعلا قاعدين نشوف الشيشة الإلكترونية أو السجارة الإلكترونية منتشرة بينهم وجميعهم عندهم هذه الفكرة بأن هي بديلة عن السجائر العادية. أستاذ خالد معنا مكالمة من إبراهيم، مرحبا فيك إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. السلام. بغينا نسأل أستاذ خالد سؤالين إذا يفيدنا للآخر. تفضل أخوي إبراهيم. السؤال الأول عن جليس المدخن، مدى الضرر اللي تعرض له جليس المدخن، والسؤال الثاني عن بدائل التدخين، يعني الأشياء اللي تخليك تقطع السجاير غير العلكة والأمور هذه، لأن هذه يعني فوتة نظري غير مفيدة. عفوا أخوي إبراهيم، بس شنو كان سؤالك الأول؟ السؤال الأول عن جليس المدخن اللي يقعد مع المدخن، نسبة الضرر اللي راح شكرا إبراهيم. شكرا دكتور خالد، فعلا سؤال إبراهيم جدا مهم، وأنا كنت راح أتطرق له. هو أشكر على السؤال، يعني هو إحنا نقول عنهم سكندري سموكر أو المدخن اللي اسمه، هو دائما يطرح هاي السؤال في مثلا واحدة مثلا زوجة واحد قاعدة في البيت وهو قاعد يدخن، الضرر واحد ترى ما فرق، يعني أنت إذا لأن في النهاية هو الدخان قاعد تشمه والأثر موجود. سكندري سموكر نفس ما هو في الفرست سموكر، يعني ما اللي هو دكتور بنفس الدرجه يوازي حتى لو كانت هي حامل. لذلك ننصح دائما اللي هو مثلا المدخن في البيت انه اطلع من البيت. اذا انت تبي تدخن انت بتضر نفسك، تقدر تضر نفسك لحالك،
لكن نظر المسكينة هذه والجنين اللي في بطنها. لأن مضارة على حتى على الحامل والجنين يعني تقريبا مثل ما تقولين يعني مخيفة يعني لو نقدر خلينا نفصل فيها. لذلك احنا ننصح ان السكندري سموكر يعني او يعني التدخين اللي هو في البيت ان يكون في معزل اذا انت تبي هاي الشيء، لان الضرر تقريبا واحد. خلينا نسأل عن بدائل التدخين. البدائل متوفرة، البدائل عديدة منها اللي هي العلكة والباتشز اللي هي اللزقات اللي ممكن تستخدمها. يمكن بعد أعطيكم اللي هو الخط الساخن حق تبع وزارة الصحة. في عدة مراكز صحية في اللي هو عيادة الإقلاع عن التدخين متوفرة، وتوفر خدمة اللي هو الفحص والنصايح وبعدين متابعة وبعدين اللي هو وضع خطة علاجية كاملة. متوفرة في عدة مراكز موجودة في على مستوى مملكة البحرين، عندكم مركز حمد كانو في الرفاع، الحد اللي هو البي بي كي اللي هو بنك البحرين والكويت، وايضا اللي هو مركز الحوره الصحي. بالامكان اتصال على الخط واخذ موعد هناك وابتدا يعني اللي هو العلاج. الشيء الزين ان العيادات هذه طبعا فكره يعني ابتدت عن طريق اللي هو الرعايه الصحيه الاوليه، خدمه جدا ممتازه تقدمها وزاره الصحه للاقلاع عن التدخين، اللي هو على قولهم درهم وقاية خير من ألف يعني. في نهاية المطاف نتائج العيادة أيضا ممتازة ومنشورة، تقريبا يعني الثلث من اللي راحوا والعيادة تمكنوا من إقلاع التدخين، خصوصا إذا كنت في مرحلة الشباب بإمكانك توقف. يعني الواحد لا يعتقد في نفسه أنه هو ما يقدر يقلع عن التدخين، هي مجرد الإرادة. مجرد الإرادة. إذا قدرت أنا أقول لو في شهر رمضان وقفت عن التدخين لمدة شهر، أعتقد تقدر توقف عن التدخين لمدة 12 شهر. فعلا دكتور أنا أتفق معك، أهم شيء الإرادة والعزيمة. وطبعا مملكة البحرين متمثلة في وزارة الصحة تبذل العديد من الجهود عشان يقلع شبابنا عن هذه الآفة. طبعا متواصلين في استقبال مكالماتنا ومعنا أبو بدر. السلام عليكم، مساكم الخير، معك حيدر البدري الشيخة. مرحبا استاذ. اولا انا بشكر في على هذه البرامج الرائعه جدا جدا والله العظيم، وهذه تنصل في الشباب اليوم، المستقبل هذا اليوم، المستقبل الضايع من التدخين. فانا اشكر اول شيء الضيف عندكم، واشكر تلفزيون البحرين على هذه البرامج الرائعه. واليوم احنا انا اقترح على تلفزيون البحرين ان يعني يقوم ببرامج تكثيفيه تكثف هذه البرامج في المدارس، في الوزارات، في تلفزيون البحرين، في المجمعات، تكثيف قوي عشان التدخين. الشباب اكثر يوم اعمار على 10 سنوات وعلى حتى تقريبا 10 سنوات هذا في المدارس الابتدائيه والمدارس الاعداديه يعني والثانويه، حتى يكون مدارس البنات قاعد تزداد اكثر تدخينا. فاحنا شلون هذه الظاهره نحاول يعني نتجنب هذه الظاهره اللي قاعده تصير ظاهره بشكل رهيب. فانا اتمنى حتى في المدارس، مدارس وزاره التربيه والتعليم الحين على ابواب فاتحه ان شاء الله ونظام جديد، تكون تكثيف في المحاضرات اكثر، تكون اطباء، تكون مثقفين على مستوى يقومون بالذهاب الى مدارس وزاره التربيه محاضرات. يعني المحاضرات اليوم قليله عندنا في البحرين والتوعيه قليله. فانا هذا اقتراحي، ان انا اقترحه على اقلاع من التدخين من الشباب. اذا تشوفين الشباب، اذا تشوفين الرجال هم اللي يعطون ابنائهم يشترون سجاير من البراده. وهذا شلون يتعلم؟ يتشبع من الابو. طبعا يعني استاذ انا اتفق معك، انا فعلا اتفق معك، لكن في نفس الوقت احنا لازم نشيد بجهود وزاره التربيه والتعليم، بجهود وزاره الاعلام، جميعنا في مملكه البحرين نتكاتف يدا بيد في المحاوله للتخلص على هذه الافه. دكتور خالد، يمكن انت ذكرت العديد نعقب عليه في شيء. أكيد هو فعلا هو يبتدي من الاسره. يعني الاب والام هم الرول موديل، هم اللي يقدرون يتحكمون. الأبناء يمكن يتعرض اللي هو عوامل خارجية، اللي هو مثلا الأصحاب، رفقاء في المدرسة،
قد يزهزه لنفسه على براتنا ومثلا يقول له والله جرب مره مرتين. نسبة حلوة ترى أنا أقدر أذكرها لكم اللي هي تقريبا كل يوم 3000 شخص لأول مرة يجرب الجقارة، وكل يوم ما يقارب 2000 يصيرون مرتبطين بالتدخين السيجارة. يعني هاي كل يوم، فأنت حسبي على مدى 365 يوم اللي هو السنة كاملة، شوف عدد المدخنين اللي قاعدين يصيرون يعني كل يوم ايش كثر يزيدون. يمكن يجربها مره يمكن ما يدخن مره ثانيه، بس يعني الارقام مخيفه. هاي طبعا عالميا، يعني شوف على مستوى البحرين كم تكون النسبه، يعني يعني في اليوم كم واحد يجرب لاول مره الجيجار. الاسره هي النواه اللي احنا نقول عنها هي المؤثر. وزاره التربيه لها دور ما شاء الله نشيد فيه طبعا بالتوعية، المشرفين الاجتماعيين في اللي هي الإحاطة اللي هو عدم اللي هو مثلا يعني إعلام الأهل أخبارهم قدر الإمكان اللي هو فرض اللي احنا نقول عنه اللي هو التثقيف لهم أن هاي العادة خطرة وسيئة. ومع ذلك تجد من يبدأ عملية تدخين. وهاي الشيء الثاني اللي هو برا المدرسة، يمكن أغلبه يمكن يصير برا المدرسة، يشوف المحلات يروح يشتري أصحابه كذا أصحابه كذا. بعد نرجع إلى ذلك، بعد للأسرة، الأسرة بعد يعني تلعب دور مهم وأساسي. الأب يعني يمكن هو دائما ارتبط أنه والله الأب يمكن يكون مدخن. أقدر أقول الحين مو بس الأب، في أمهات يدخنون يمكن ما يكون واضح للعيان، يمكن تكون في مكان بروحها ولا حاجة، لكن في نهاية المطاف أهل البيت بيدرون، أبنائها بيشوفونها. الشيء الثاني اللي هو دور المجتمع، في أوردي داخل في مملكة البحرين اللي هو اللي احنا نقول عنه مثلا رحت المجمعات الأماكن المغلقة ممنوع التدخين، المطارات اللي تشوفهم في مكان معين مخصص لهم، كله على أساس أنه هو منع اللي هو منع انتشار الظاهرة، ثانياً منع اللي هو السكند هاند اللي هو يعني لا تشم الدخان، الناس اللي يعني ما يدخنون لا يشمه لأنه في ضرر منه. الجزء الثاني اللي هو تحسيس المدخن أنه والله العادة هذه مو بزينة، لا لك ولا حق غيرك، وليس الغصب منه اللي هو يعني مثل ما نقول إحنا يعني نحبسهم بقدر ما هي أن 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 الشخص نفسه بروحه بيقول والله المضرة منها أكثر علي. وإذا قلت مثلا مو بس علي، على غيري بعد بتكون تقريبا نفس الضرر. فهي محاولة اللي نقول عنها زرع الوازع داخل والإرادة أن للتوقف عن التدخين ومنع انتشارها على المستوى العودي. أنا فعلا أتفق معك دكتور بأن يجب أن يكون البيت والدواء الأساسية هي الراجع الأول. وإذا حنتكلم عن مملكة البحرين وعن ما تقوم به من جهود، جهودها جدا واضحة للعيان، لاحظنا يمكن هنالك رفع لأسعار التبغ، لاحظنا يمكن هنالك حملة كبيرة قامت فيها وكان التغليف غير المبهرج، الاستيكرات اللي كانت موضوعة على التدخين. يعني مملكة البحرين تقوم بالعديد من الجهود في سبيل الرد على هذه البحرة. لاحظ أول كان في فترة السبعينات والثمانينات كان دعايات التدخين عادي توضع في التلفزيون، الحين نادرا ما تشوف دعاية. الحين إلزاميا على البوكس الجيجارة يكون هنالك الصور المخيفة واللي تبين تأثير وضرر التدخين. دكتور خالد، فريق عمل برنامج قام باستطلاع آراء الجمهور والناس في أحد المجمعات التجارية، خلينا نشوف مع بعض هذه الاستطلاع وراجعين الحديث مع الدكتور خالد بالثاني. والله التدخين بشكل عام مضر، بس أحيانا بحب الأمور هذه كل فترة كل أسبوع كل هذا، بحب الأفكار هذه، أمارس مثلاً الشيشة الإلكترونية أستخدمها والشيشة العادية أحياناً، بس طبعاً مش من هواتهم بشكل دائم. هل تعتقد مضارهم مثل التدخين العادي؟ لا طبعاً، بحس يعني بشوف مضارهم أقل بسبب أنه غير مستمر بسبب أنه متقطع. أنا أعرف مضار الشيشة الإلكترونية بس مجرد شيء بسيط يعني، بس وأدخنها يوميا يعني بس. بدخن يوميا يعني أقل من باكيت في اليوم، بس بمارس الرياضة على أساس أخفف مضار الدخان وإن شاء الله. والله المضار كثير، لا يعني مكتوب عليه مضار كثيرة يعني، بس سبيسيفيك يعني ما في.
أكيد يعني بشكل عام التدخين مضر بالصحة، ونفسهم الشركات المصنعة للتبغ يحطون على يعني الباكت حق التدخين إنه مضر بالصحة، فإذا هم نفسهم يسوقون للشغلة هذه يقولك إنه مضر فأكيد إنه مضر. طبعا الإحصائيات موجودة، فسواء كان إلكتروني أو كلها زي ما قلتي كلها ديسيفينج، بس يعني شغلة تسويق، لكن الله يحمي الجميع إن شاء الله وأتمنى الجميع صح إن شاء الله. الإلكتريك سيجرت أتوقع مضارها أخف لأنه ما في احتراق لل، ما في كربون يدخل على الصدر. النيكوتين نفسه، فمضار النيكوتين بين الدخان وبين الإلكتريك سيجرت نفس الشيء، اللي هو على القلب وعلى ضغط الدم والأشياء هذه. لا أعتقد إن التدخين الإلكتروني دي مجرد بس وهم بيعطي لي المدخن، بس at the end of the day يعني still يعني ما بيمنعش المدخن اللي هو بيفقد الإحساس اللي هو عايز يدخن السيجارة. يعني بالنسبة للتدخين معروفة مضارة، هي من الأسباب الرئيسية اللي تؤدى للسرطان وحالة الوفاة السريع. مع الأسف إن الآن أغلب الفئة اللي تدخن أعمارهم في سن المراهقة، وهذا مصيبة. وعندنا مثل قالوا شيباننا، أول دلع وآخرة ولع. بالنسبة للمواضيع الآن البديلة مثلا السجارة الإلكترونية وغيرها، هذه أيضا كلها هذه مضرة أكثر وأكثر، مع الأسف أن تحمل مواد أخطر من اللي موجودة في النيكوتين وغيرها. فهذا اللي عن التدخين، فنتمنى حنه أن تصير في قرارات صارمة عليه بالنسبة للتدخين، سواء من قبل الدولة، من قبل الجمارك، من قبل أصحاب القرار، وحتى يكون تشديد أيضا للفئة السن اللي تحت العمر 20، عمر 20 سنة إنه ما يباع لهم. أتمنى ينفذ ألقى جميع دول مجلس التعاون إن شاء الله. بالعكس، هذه الشيشة الإلكترونية كلها مواد كيميائية ومواد ضارة بتدخل كلها للجسم، فأنا غير مقترح لها وغير مؤيد لفكرة الشيشة الإلكترونية. حاليا في ناس سمعت إنه موضوع الشيشة الإلكترونية، بس أنا شخصيا مش مقتنع بها، لأن في دراسات بتقول إن الشيشة الإلكترونية فيها سايد إفكت على المدى البعيد، وفي دراسات بتقول إن هي بتأثر والعياذ بالله بتجيب أمراض على المدى البعيد. فهو عامة الشيشة أو التدخين أو السجارة أو كله المفروض إن الواحد يعني يبعد عن إن هي عادة سيئة. المفروض لأن هي هو تعود. أنا عن نفسي أنا قعدت 30 سنة ما كنتش بشرب شيشة ولا سجارة ولا أي حاجة، ابتديت أشرب شيشة أو اتعودت على الموضوع دوت، بقيت لو عايز وعندي العزيمة أن أنا أبعد عنها هبعد عنها. مشاهدينا، شفنا مع بعض التقرير اللي أعد زملائي في البرنامج لما قاموا باستطلاع آراء الناس. دكتور، عندك تعقيب على التقرير؟ تعقيب بسيط هو والله، يعني شيء خلينا نقول عنه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخفاء، يعني عارف الضرر، يقرأ الضرر، عارف اللي ممكن يصيبه، ومع ذلك يواصل المسيرة، يواصل على التدخين. التعقيب الحلو انه يقول لك والله انا ادخن بس مارس رياضه واقعد يعني ممتنع مثلا اكل صحيا، وعرف بس هاي كلش ما له دخل، لان العمليه اللي هو اللي يعني تجلط الشرايين اللي هو انسداد الشرايين، وهاي يعني عمليه مختلفه عن اللي هو يتكلم عنها. بس للعلم يعني اذا انت الحين وقفت تدخين، نفرض اليوم صار لك 5 سنين 10 سنين ما وصل تدخين، وقفت اليوم تدخين، على مدى سنتين ينزل، على مدى سنتين ينزل الـ 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 نسبة إصابتك إلى النص بحق الجلطة القلبية، ما عن اللي هو السرطانات. عقب 5 سنوات ينزل 50% 50%. لكن المدهش أن حق سرطان الرئة يبي لك 10 سنوات على أساس تودي الأثر إلى النص، على أساس تقدر تقول. فما بالك يعني يبي لك تقريبا 20 سنة على أساس تقول أنا رجعت نفس ما كنت طبيعي لما كنت 20 سنة. دكتور، هذا إذا كنت تدخن لمدة ما يقارب regardless، هو يعني الدراسات ما حددت الجسم، يعني حتى إحنا في وقت الدراسات نسأل هل أنت مدخن أو هل أنت نقول عن سبق لك التدخين. نسبة السنوات هذه محسوبة على اللي هو إحنا نقول عن الأثر
اذا كان ديلي سموكر ريجاردس اوف ذا نمبر، يعني على مهما كان اللي هو نسبه التدخين اللي قاعد يدخنها. لكن سرطان الرئه هو القاتل المميت. الدراسه حديثه توها صادره في الصين، القاتل الاول في الصينيين مو بحوادث ولا نقول عنه مثلا جلطات، ولا القاتل الاول سرطان. واي سرطان؟ الرئه. يمكن قاعدين نشوف مع بعض صوره لرئتين، رئه لشخص سليم و نعم. فالاثر مال التدخين هاي طبعا بعد تقريبا ما يقارب الخمس سنوات من التدخين الشرح على قولتنا باكيت في اليوم، تشوف شلون ما بين اللي هو الفرق ما بين الرئه السليمه والرئه المدخنه. هاي مجرد خمس سنوات، فما بالك شخص قاعد يدخن لفترات طويله. طبعا هذه لا ما نقدر على قولتهم يعني سواء دخنت سيجاره او شيشه الاثر واحد، الاثر واحد. النسبة أنه يرجع اللي هو شيء من رب العالمين، يعني أن الرئة ترجع إلى الطبيعي بس عقب فترات طويلة، لأن هي عبارة عن إسفنجة تمتص جميع المواد وبعضها يدخل الدم والبعض الثاني يترسب في الرئة. مشاكل الرئة طبعا لا تعد ولا تحصى، منها اللي هي سداد القصبات الهوائية، الالتهاب المزمن في القصبات الهوائية، نقص الأكسجين، وبعدين ما يؤدي إذا في المستقبل اللي هو ضعف العضلة في الجهة اليمنى من القلب، وبعدين لفشل عضلة القلب الكامل. يعني بعد بيرجع في النهاية إلى القلب. في نهاية المطاف الآثار الموجودة على الجسم عديدة ومتعددة. يمكن أكثر شيء يخوف اللي هو الشباب إذا قلنا مثلا الرئة، القلب، الشيخوخة المبكرة، الدماغ، الجلطات الدماغية، حتى حياته الأسرية مع زوجته تتأثر بسبب التدخين. كل هذه يعني الأثر مو على بس على عضو معين، الأثر على الجسم كامل. لا ننكر أن محاولة الإنسان للامتناع عن التدخين يجب أن تكون يعني نابع من داخل إرادته، أنه توقف وخلاص. بعض الشباب يمكن شفتيهم في التقرير أنه يقول والله إحنا ندري كذا كذا كذا، بس يقول لك وين أروح؟ أنا ما عندي مكان مثلاً أروح، أو ذي بروح مثلاً مع أصدقائي في الشيش مثلاً في القهوة أدخن. كلهم يدخنون. الضغط اللي إحنا نقول عنه اللي هو الضغط الشبابي، أن ياتكم ويانا ياتكم برا، مو شرط أن أنت تدخن وياهم، دور لك أي نشاط ثاني. إذا أنت تمارس رياضة ما بتفرق، مارس رياضة أو يعني ما مارس وأنت قاعد تدخن. دكتور إحنا قلنا الإرادة، ليش مو الشخص يكون هو حلقة أو هو نقطة التأثير بدل ما ربعه يأثرون عليه؟ ليش ما هو يكون عنده الإرادة وهو يأثر على الشباب؟ دكتور يمكن في نقطة ذكرتها في بداية الحلقة أنا جدا همتني، السمنة، هل التدخين علاقة مباشرة بالسمنة؟ قد يكون احنا نقول عنها العلاقه في اللي هو مساله اللي هو الافرازات اللي موجوده، ما بندخل في تفصيلاتها، لكن دائما المدخن الشره بعضهم يقول لك انا مثلا اتغدى ولا اتعشى واتفر بسيجاره عقب وهضم فيها ما اعرف ايش، السيدنتري لايف اللي وياها تلتزم مع السيجاره كلها والافرازات الموجوده وغير المواد السامه، الجسم شلون يتعامل وياها؟ تترسب في الجسم، تترسب على شكل دهون في الكبد، تترسب على شكل دهون في منطقه الحوض وخلافه. ايضا هذه مثل ما تقولين يعني نفس اللي هو اللي يشرب مثلا كحول، احنا نقول عنه على قولتنا الكحول بلي اللي هو يعني سمنه نتيجه اللي هو الشرب الكحول. للإطراء يعني يقول لك عدد وفيات اللي هو اذا جمعتيهم كامل، واحد قاعد يستخدم مخدرات وواحد قاعد يشرب كحول واللي قال يتقاتلون بالاسلحه الناريه، بالاضافه الى اللي احنا نقول عنهم الاتش اي في اللي هو مرض نقص المناعه، لو جمعتيهم ذلين كلهم ما يساوون عدد الوفيات من التدخين. يعني لو اقول حق واحد تبي تاخذ اتش اي في يعني مرض نقص المناعه بيقول لك لا، لكن بتدخن وازن الاثنين مع بعض، ترى يعني نسبة الوفيات من هاي كالتدخين أكثر من هذين كلهم جمعتهم مع بعض. دكتور في الأيام كنت أنا سألتك عن السمنة، لأنه هناك العديد من البنات تقول لك أنا بلجأ للتدخين أو للشيشة لأنه يحرق الشحوم.
لا ما اعتقد سلايكي، ما هو مبني على اي دراسات، بالعكس يمكن تزيد سمنتها وهي ما لها علاقه يعني وطيده على قولتنا في كتخفيف وزن مع الجيجار. يمكن هو الشبع، احساس بالشبع، يقول لك ما داخل انا احس بالشبع ما اكل، بس ياثر على اللي هو العمليات الايض الميتابوليزم داخل في الجسم، انه هو يعقب فتره يلاقي نفسه بعدين شنو انه هو بعد ياكل ازيد او ياكل اشياء غير صحيه تتخزن في الجسم على شكل دهون وبس، وهي عباره عن حلقه مفرغه انت داخل فيها، وفي نهايه المطاف مو بهي الطريقه السليمه لانقاص الوزن. دكتور، اذا ما زلنا قاعدين نتكلم عن البنات، واذا كان في شيء قاعدين يحاولون بانهم ينقصون الوزن منه، خلينا نتكلم عن البشره. هل التدخين مضار على البشره على شكل الوجه؟ نعم، التدخين معروف عنه انه هو يكبر في سن الانسان، الزياده في التجاعيد والتكستشر او اللي هو البشره نفسها ياثر على البشره، لانه في نهايه المطاف ياثر على الشعيبات الدمويه. التدخين معروف عنه انه هو عم يسد الشرايين، حتى لو كانت كبيره او صغيره في النهاية هي عملية إنقاص كمية الأكسجين الواصل للخلايا. لا تنسي أن أول أكسيد الكربون أيضا يساعد على زيادة نسبة الأدرينالين في الجسم، هو عبارة عن نوع الهرمون موجود يزيد في دقات اللي هو القلب، وبعدين يزيد في عملية اللي هو الأكسدة، وبعدين إلى تجلطة وتخثرات الدم اللي نقول عنها، وبعدين تزداد هذه على شكل الإنسان يعني على 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 وجهه وذي، إنه تزيد عنده التجاعيد. خلنا نربطها بصورة ثانية اللي هو الشيخوخة المبكرة، واللي هي أيضا إحنا نقول عنها اللي هو فقدان الذاكرة. الشرايين الشعيبات الدموية نفس ما هي موجودة في البشرة أيضا موجودة في الدماغ، وتسددها أيضا يسبب اللي هو نقول عنه الشيخوخة المبكرة، نقص وصول الأكسجين، نقص وصول اللي هو خلينا نقول عنه ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وصوله إلى الدماغ بيكون أكثر من الطبيعي، يأثر على عملية التفكير. مع أنه في ناس يقول لك أنا ما أشرب سيجارة أحس بالتركيز أزيد، هو إحساس مجرد أنه هو ماسكها وقاعد يفكر ويكتب. قد يبدع بعضهم، يمكن يقول لك أنا يبدع في الهاي، يمكن اللي يمسك له شيء ثاني جلاس ماي ولا ذي في نفس الطريقة كإدمان يخليه ينتج. يعني دكتور نقدر نقول انه هو شيء نفسي اكثر من انه هو يكون له علاقه وطيده بالتدخين نفسه. انا اتوقع معلومه جدا جميله، لان في وايد ناس يقول لك انا ما اقدر اركز، ما اقدر انتج اذا انا ما دخنت. نفس اللي هو نقول عنه الكوفي، يقول لك انا اقوم من الصبح ابي جلاس الكوفي، يعني مورنينج كوفي، وامشي لو هو يقلع عن الكوفي لمدة يومين ثلاثة بيصير صداع وبينتهي. يعني والشيء زين للكوفي يعني مدة إدمانه قليلة، يعني يوم يومين بالكثير وخلاص، مو نفس التدخين. لأن عما تقلع عن التدخين تبدأ عندك اللي هو الإفرازات، التوتر، التلبك المعوي، يعني أعراض جانبية كثيرة إلى أن ما شنو يعني تخف شوي عنك وبعدين ترجع إلى الطبيعي. هاي نفس الشيء، يعني هاي نفس الشيء، الكوفي يومين ثلاثة بعدين ترجع إلى الطبيعي، بعدين تقول أنا ما أحتاجه، تشرب لك جلاس ماي بتشوف نفسك أن أنت رجعت إلى الطبيعي. مثل ما قلنا دكتورة، هو دائما متعلقة بالإرادة. ما زلنا متواصلين في استقبال مكالماتكم، معنا عباس. مرحبا عباس. عباس دكتور، ما زلنا قاعدين نتكلم عن الإدمان، وكيف أن الإدمان يكون نفسي، وكيف أن الشخص لو كان عنده إرادة ممكن بأنه هو يتركه على المدى البعيد. دكتور، يمكن احنا تكلمنا أكثر عن علاقة التدخين بأمراض القلب. التدخين يتعلق بجميع أجزاء الجسم ومنها ضغط الدم، كلمنا عن علاقة التدخين بارتفاع ضغط الدم. إيه، بالنسبة حق التدخين ارتفاع ضغط الدم، هي علاقة مباشرة وعملية متواصلة. لما يدخل الإنسان يزيد ثاني أول أكسيد الكربون، تزيد نسبة الأدرينالين، تزيد دقات القلب، تبدأ لي عملية الأكسدة،
إلى أن نصل إلى درجة اللي هو تصلب الشرايين، وندخل هنا في عملية اللي هو المسبب الأساسي لزيارة ضغط الدم. تصلب الشرايين هو من الأسباب الرئيسية. طبعا في أسباب ثانية للضغط الدم، يمكن واحد ما يكون مدخن، بس أسباب عدة يعني، بس التدخين أساسا في نهاية المطاف اللي هو تصلب الشرايين. وتبدأ العملية طبعا شوي شوي يعني، ما تبدأ، وإذا كل ما واصل كل ما يعني مثل ما تقولين زادت نسبة تصلب الشرايين إلى أن تصل إلى حالة اللي هو الانسداد في الشرايين. تبدأ في الشريان الرئيسي اللي خارج من القلب، بعدين في الشرايين الفرعية أو المحيطية احنا نسميها في جميع أجزاء الجسم. في احنا نقول عنه دائما عما الواحد يبدأ اللي حنقول عنه يبتدأ عند ضغط الدم وهو مدخن، أول نصيحة اقلع التدخين، لأنه بيوقف العملية أو يعني يخليها ترجع شوية على مدى سنتين لخمس سنوات، الإفكت ماله أو عملية اللي هو تصلب الشرايين تخف شوية، مدروسة ما هي شيء يعني شيء جديد. نفس حال اللي هو الأكل الدهون، نفس حال اللي هو اللي عندهم مثلا سكر غير منضبط، كلها هي عمليات على مستوى الخلايا داخل الجسم أنها هي تسرع من عملية تصلب في الشرايين. ولذلك احنا نقول له ضبط السكر تبعك، ضبط اللي هو أو توقف عن التدخين، انقص وزنك، والنتيجة النهائية اللي هي التخفيف أو اللي هو منع تصلب الشرايين من زيادة، بعدين الإفكت ماله أنه هو ينزل ضغط المريض. دكتور مواصلنا متواصلين في حديث عن علاقة التدخين بضغط الدم، ولكن معنا يوسف. مرحبا يوسف. مرحبا أختي. مرحبتين. مساكم الله خير. مساك الله بالنور، تفضل أخوي. أنا اللي سألمت كنت مدخن لمدة 30 سنة، وكان عندي وهم إن أنا يعني الدخان يعني ما أقدر أهدى، يعني ما حاولت، بس اعتقادي إن أنا الدخان لو حاولت إن أنا أهدى ما أقدر أهدى. بعد الشر عنكم عن مد محمد صادتني جلطة، وترقيت في المستشفى وترقيت في العناية المركزة تقريبا لمدة يومين، وعقب عقب 5 أيام تقريبا ترخص. أنا حين من هدة الدخان خذ لي 5 سنوات و2 شهر و20 يوم تقريبا. يعني في النهاية عرفت أن الدخان ترى مجرد وهم، أنه أنا يعني يبي لها إرادة مثل ما قلتوا أنت. الإنسان اللي بيدوس على نفسه وبيحط في نفسه أنه يبي يقطع بيقدر يقطع، بس إحنا لأن نحط في بالنا أنه لا ما أقدر أقطع، أنا ما أقدر يسمونه أهدي السيجارة، لان كليت ابو البوح انا بالسيجاره، لان شربت شاي ذي ابو السيجاره، فهذه كلها كانت بالنسبه لي اوهام ترى. وعقب الحمد لله فضلا من رب العالمين مثل ما يراتي يعني قدرت اهدي الدخان. هذه بس كنت اقول يعني اللي يقول انا ما اقدر اهدي الدخان، ما اقدر، انا كنت اقول ما اقدر، انا كنت ادخن في اليوم اربع باكيتات اوصل ليل خامس تقريبا، لكن الحمد لله فضلا من رب العالمين وراده مني قدرت اتغلب عليها. استاذ يوسف الله يعطيك طول العمر ان شاء الله، وتكمل عمرك من غير دخان من غير سجاير. والله صراحه انا اقول لك يعني انا انصح كل واحد انه يعني يحط الاراده هي الاهم شيء. وانت ما شاء الله عليك مثال للاراده وللشخص اللي عنده عزيمه يعني ويراد انه هو يتخلص من التدخين. في ناس اللي حولي ناس قالوا لي يعني انت من رابع المستحيلات تقطع، مصدقين للحين انا للحين ما رديت حق السيجاره من كثر يعني شربي، يعني لدرجه ان انا كنت اشرب اقطع السيجاره للحين ما طفت ولا ثانيه، وهي اللي قطعها للحين ما طفت، يعني كان ادمان يعني اعزل من الادمان، بس الاراده يعني توافق من رب العالمين، واراده يعني توافق من رب العالمين مثل ما اراده البني ادم يعني. وأنا أتمنى إن شاء الله أن أنت تكون حافز للعديد من المشاهدين اللي قاعدين يسمعونا حالياً، وتكون مثال حي لهم كيف قدرت تتخلص من التدخين. مضروب بالمثل بالسيجارة. كم كان عمرهم صارت الجلطة؟ مضروب بالمثل بالسيجارة، يقولون بو لين شافوا ناس مدخنين قالوا بال يوسف المولود هلون يعني. أستاذ يوسف، الدكتور حاب يسألك سؤال. كم كان عمرك لما صارت الجلطة؟
نصدتني الجلطه اللي سلمت شهر 6/2011. كم كان عمرك حزتها؟ عمري كان تقريبا قول 48. 48 شيء حلو. يعني انا اقول لك ليش شيء حلو، انه لان معدل الاصابه في البحرين حق البحرينيين المتوسط 60. يعني انت يعني متوسط الاصابه، يعني لما نشوف احنا اللي يصيدهم جلطه ما يكونوا مدخنين 60 سنه عمرهم يكون عاده زايد ناقص. انت يعني قول 15 سنه قبل صادتك، فاهم علي؟ يعني التدخين شوف شلون سرع في عمليه اللي هو الاصابه في الجسم. انا بس سالتك بس على اساس مو على شيء، بس على اساس اوضح للمشاهد. اي لما سوالي دكتور حسام العمليه القسطره قال لي يعني يمكن 99 نسبه الجلطه اسباب الدخان. يعني مثل ما قلت انا، مثل ما قلت اراده رب العالمين اول شيء، ومن ثم يعني نصيحه الدكتور بعد لها دور الدكتور حسام في المستشفى العسكري بيض الله وجهه، ومن ثم الاراده يعني. كل الشكر والتقدير لك استاذ يوسف، ومثل ما قلت ان شاء الله تكون مثال يحتذى فيه العديد من مشاهدينا. الله يسلمك وعزك ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. معنا نجوى. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، تفضل يا شيخه. اختي بس بغيت استفسر، شنو هي اعراض سرطان الرئه؟ هل انها تجيب يعني ياخذ مده لما تطلع الاعراض، ولا فجاه من شخص داخل كذا تبين عليه الاعراض؟ ان شاء الله دكتوره راح اجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. شكرا لك. سؤال اخت نجوى، اتوقع بدايه دكتور علق على اخونا يوسف. هو يعني مثل ما تقولين يعني شنو العمليه السرعات عنده. يعني اذا كانت جلطه كان ما حد يدري، يعني في رب العالمين، لكن متوسط العمر تقريبا في المنطقه هنا تقريبا في حدود ال 60 سنه، فهو جات في توه 40 48 سنه في عز شبابه. يعني هاي عز الشباب احنا نقول عنه، يعني 40 سنه وصيد الجلطه. تسارعت العمليه، الحين هو قطع 5 سنوات ويشوف انه هو مجرد انه هو اراده ما يبي لها اي شيء ثاني. يمكن الشباب لازم يوعون له هالشيء. يعني اذا بدات تدخن انت بعمر 15 سنه 20 سنه 25 سنه، مثل ما تقول انت قاعد تحرق عمرك، تحرق عمرك على شيء مثل ما تقول يعني ما له خلينا نقول يعني تقدر تسيطر عليه. يعني هو عامل خطوره تقدر تسيطر عليه. ليش ان انت تواصل في مسيره وتعرف ان في عز شبابك ممكن تصيدك مشاكل صحيه انت غني عنها. دكتور نجوى كان عندها سؤال جدا مهم، ما هي اعراض سرطان الرئه؟ اعراض سرطان وايد اعراض، وتختلف السرطانات الموجوده في الرئه في عده انواع تقريبا. عاده المريض يبتدي معاه على حسب مكان اللي هو الورم وطبيعه الورم. الاعراض عاده تبتدي مثلا اللي احنا نقول عنه الكحه، الضيجه في النفس، البلغم اللي فيه شوي فيه دم، بعضهم يحسون باعراض ثانيه نتيجه اللي هو ضغط الورم على اعضاء معينه داخل سواء في القلب او على بعض الاعصاب. تبدا عندهم بعض الاعراض في الوجه مثلا نزول الحاجب، قد الغدد الليمفاويه تبدا عنده بالظهور، يقدر يحسها كذلك. معظم المرضى تبتدي عنده اللي احنا نقول عنه كحه ومزمنه ما قاعده تروح، بعدين يتوعى انه ترى في شيء، يسوي اكس راي وتقدر تشوف اللي هو في البدايه الورم موجود داخل في الرئه. الضيجه في النفس هاي طبعا من الاعراض اللي بتكون ملازمه مع الكحه وهاي. وبعدين تبدا الاعراض الثانيه اللي هي اللي الاقل يعني تكون في مراحل متقدمه جدا خلينا نقول. دكتور خلينا نرجع لحديث عن علاقه التدخين مع ارتفاع ضغط الدم. الشخص اللي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ناتج عن التدخين، ما هي اهم العوارض؟ هو شيء مثل ما اقول عن ضغط ارتفاع ضغط الدم مرض صامت. يمكن ما يكون كيعني اعراض، معظم المرضى يقول لك انا رحت المركز ولا رحت عند الدكتور الوجد او ضغطي مرتفع.
معظم المرضى اللي تكون عندهم أعراض اللي كنا يعني نقول عنها صار لفترة طويلة وما يدري عنها، مثل الصداع، الزغللة في النظر، إحساس بالأرق والتعب، بعضهم يبتدي يحس أن طبيعة جسمه متغيرة، في شيء مو طبيعي عنده في الجسم. عادة هو يكون عن نقول عنها التعب، إحساس بالعدم القدرة على الإنجاز. كل هذه أعراض مثل ما أقول يعني تخلط مع أعراض ثانية، لكن وقت ما يشيك الضغط يروح عند الدكتور يكتشف اللي هو الارتفاع الضغط. بس معظم المرضى ترى ما يرن عن ارتفاع في الضغط، وهاي الخوف انه هو مثلا اذا نقول له مثلا روح شيك، ما سبحان الله لما توصل 40 سنه شيك ضغطك، الحين حتى بعضهم حتى 35 سنه شيك، ما بيضرك شيء ان انت تشيك ضغط دمك، حتى لو مثلا زياره في العياده. ومع اللي هو الحملات الموجوده التوعويه في مجمعات، وهاي تلاقي دائما مثلا سواء وزاره الصحه او يعني الجهات الخاصه تشيك اللي هو ضغط الدم، لان معظم المرضى ترى ما يحسون بشيء، ويقول لك انت بدتوني على حبوب وانا ما حسيت بشيء، شلون بحس بالفرق؟ هو الفرق بنشوفه احنا عن طريق قياس ضغط الدم في الزيارات اللي بعده واللي بعده. المخيف في الموضوع ان اذا تركته ومثلا تدري ان عندك ارتفاع ضغط الدم، دائما احنا نخاف من العواقب او المضاعفات نتيجه ارتفاع ضغط الدم اللي هي الجلطات الدماغيه والنزيف الدماغي، وهاي اللي احنا نخاف منه في الصغار في السن، ان تصيده جلطه دماغيه او نزيفه ارتفاع حاد في ضغط الدم وما يري عنه، يقول لك مره واحده طاح وبعدين قالوا لنا عنده نزيف في الدماغ. هذه اكثر شيء احنا نخاف منه. طبعا في اعراض ثانيه اللي منها اثر على الكلى والاثر على القلب، كل هذه اللي هو من الاعراض او المضاعفات تبع ارتفاع ضغط الدم. الزلال في البول، يعني كل الاعضاء بتتاثر، بس ممكن مثل ما تقول يعني شنو تسيطر شوي عليها. لكن لما تصير مثلا جلطه دماغيه او مثلا جلطه قلبيه، المضاعفات قد يعني تكون لها احنا نقول عن يعني دوره ثانيه لا يحمد عقباها. دكتور، عندنا تقرير اعاد فريق البرنامج حول علاقه التدخين مع ارتفاع ضغط الدم، خلينا نشوفها مع بعض. حسب طبعا طبيعه العمل، طبيعه ضغط الحياه، امور الحياه، امور الروتين اليومي، بحس ان الضغط مرتفع احيانا بسبب الضغوطات هذه، واحيانا بحس انه لازم ريلاكس الواحد يفصل في نص الاسبوع في نهايه الاسبوع. والله يعني ضيق في النفس، ماني طايق اتكلم مع احد، احيانا خلاص يعني بحاجه الى عزله شوي. ضغطي مرتفع وضغطي نازل؟ لا الحمد لله ما عندي اي ذاك. فحصت يعني تقريبا، يعني هي احس فيها في العين، في كان ضغط العين، يعني تحس ان العين تحس ان كذا يعني في ضغط على العين، اعرف ان الضغط مرتفع. طبعا في علامات يعني اسميها يعني فيسيولوجيه، لكن في علامات ثانيه بعد اللي هي يعني تحسين بتعب، تحسين بارهاق، فهذه واحده من العلامات. صداع مثلا، دوخه، احس بصداع احيانا، واحيانا يكون في زي رجفه بسيطه في الجسم. أقيس ضغطي وبعدين أحدد إذا كان ضغطي واطي، مثلا أكل شيء مالح، إذا كان عالي أحاول أني أخفف وأشرب موية. بالنسبة للضغط، الواحد لما بيكون ضغطه قليل، أنت قصدك البلاد بريشر، يعني لما بيكون ضغطه قليل بيحس اللي هو شوية بدوخة، تعبان شوية، بس ولما بيكون ضغطه عالي بيكون عنده صداع شديد، أعتقد ذلك. لو واحد ضغطه عالي اللي اعرفه يعني ممكن بيشرب اللي هو التمر الهندي او الكركديه بيوطي الضغط بتاعه، ده لو ضغطه عالي. بس لو ضغطه قليل ممكن ياكل حاجات حوادق، يعني المخللات وكده ممكن تعلي الضغط شويه. والله الضغط بحكم عمري، انا عندي انسان عندي ضغط تمام ولا لا، مع الاسف اني انا ما تجيني اعراض الضغط، يعني انا وصل عندي 170 الى 100 ولا جتني اعراض الضغط. اليوم رحت المستشفى قال انت عندك ضغطك شديد ومرتفع، وهذه مصيبه. معروف ان الضغط يسمونه القاتل الصامت،
هذا اللي معروف عن الضغط. أما اللي أنت بالنسبة لأعراضه يكون ضعف في النظر، ألام في خلف الرأس، هذه أيضا ذا، ولكن مو بشرط أن تجيه، هو أصلا مسماه القاتل الصامت لذلك أنه لا يتجد له أعراض. والله إذا كان عندك انخفاض زيادة الملح، وإذا كان عندك ارتفاع لازم أنك إذا كان ما في حالة طوارئ المستشفى ذا لازم أنك تريح، ما تبذل أي نشاط يزود الضغط عندك. ضغطي دوت يعني هو مرض مزمن، وفي ناس بيجي لها الضغط ما بقاش عندهم مرض مزمن. احيانا بتبقى ضغوط عصبيه، ضغوط العمل، ضغوط الحياه، لما بيجي لك ضغط عالي بيحصل صداع، بيحصل بيأثر على العين، العين بتحمر، الكلام ده كله. ففي ناس بتبتدي تاخد راحه وقت معين، او بتشرب مشروبات زي الكركديه او الشاي، الكركديه السخن او الساقع. فانت لازم برضو تكشف او تشوف الضغط دوت عندك بيجي لك كل يوم او لا، عشان تعرف ده مزمن ولا هو وقتي بس. العصبيه الدوخه الدوار، بس هذا الاعراض اللي اعرفها عن الضغط. مشاهدينا، عوده لاستكمال حديثنا مع دكتورنا خالد بن ثاني ومع اتصالاتكم. معنا ابو محمد. السلام عليكم. مرحبا فيك. عليكم السلام. بغيت أسأل سؤال دكتور مع شمر. تفضل. أنا بسأل، هل هي الشيشة الإلكترونية تأثر على الضغط؟ أو إنه بس أنا سمعت إن هي تسوي ماي على الرئة. إن شاء الله راح يجاوبك الدكتور. عندك سؤال ثاني أبو محمد. مشكورة. شكرا. معنا ندى. ندى مرحبا. مرحبتين. أهلا وسهلا. حبيت في الحقيقة أن أشكر الدكتور خالد بن ثاني استشاري أمراض القلب على هذه المعلومات المفيدة، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للتدخين الإلكتروني، حيث هناك الكثير من الاعتقاد السائد بين الشباب بأن هذا التدخين أقل خطرا، وفي الحقيقة الدكتور بيّن لنا أن هذه المخاطر قد تكون متساوية. أيضاً حبيت أشكر جزيل الشكر فيما يخص وجهات نظر البعض من المدخنين الذين يعتقدون أنه يدخن سيجارة أو علبتين أو علبة واحدة ولا ثلاثة أو خمس، هي كلها مجرد مثل ما تفضل الدكتور لها أضرار على المدى البعيد كما وضح. وأتمنى أن دائما يكون لشبابنا من الأطباء مواكبا لأحدث الدراسات التي تبين مخاطر الأشياء التي تستجد مع تطوير التكنولوجيا أو تطور التكنولوجي. فجزيل الشكر والتقدير للدكتور ولهيئة الإذاعة والتلفزيون على هذا البرنامج المفيد حقيقة. شكرا لك ندى. دكتور، سؤال أبو محمد كان يسأل عن الشيشة الإلكترونية، هل لها علاقة بالضغط أو مجرد أنها تسوي ماء على الرئة؟ تطرقنا للشيشة الإلكترونية، طبعا لا تفرق أثرا عن السجارة العادية وإصابة اللي هو تصلب الشرايين، فما في فرق في نهاية المطاف. بالنسبة حق اللي هو الرشح في الرئة أو اللي هو الماء على الرئة، طبعا أنت يتكلم على اللي هو الناتج، مثلا لو واحد صارت جلطة وذي ممكن يدخل في اللي هو الرشح في أو الماء اللي في الرئة. أحد أعراض بعد حتى لا سمح الله مثلا سرطان الرئة، وهاي اللي هو وجود سوائل داخل الرئة أو تجمع سوائل داخل الرئة قد يخلط على بعض يعني الجسم، أنه يقول مثلا رشح موجود أو ماء موجود داخل الرئة، فهو ناتج نهائي يعني، بس يعني مراحل متقدمة خلينا نسميها يعني. دكتور، المصابين بارتفاع ضغط الدم ناتج عن التدخين كيف ممكن معالجتهم؟ الإقلاع عن التدخين أول شيء، وبعدين لأن العملية اوريدي ابتدت فنبدأ بالعلاج اللي هو نقول عنه أول شيء الغذائي، بعدين اللي هو الامتناع عن الأملاح، وبيليه اللي هو العلاج الدوائي عن طريق يعني نبدي الشخص على دواء دوائين وهكذا لما ينضبط الضغط إلى المستوى الطبيعي. بس أهم شيء الإقلاع عن التدخين.
دكتور، يمكن في بعض الناس وصلوا لمرحلة الجلطة لكن بعد من أن كان لهم فرصة ثانية في الحياة ما زالوا يصرون على التدخين، ما هي الخطر على حياتهم في هذه الحالة؟ طبعا هي العملية واحدة، يعني مرة واحدة على قولتهم ما بيغني عن الإصابة مرة ثانية، سواء كانت جلطة قلبية أو جلطة دماغية. تتضاعف النسبة مع تضاعف سنوات اللي هو التدخين مع كمية أو شرها التدخين نفسه. في نهاية المطاف على قولتنا احنا ما نبي نقول بعد حق، يعني اوريدي كفاية مرة، بعد ما نبيه مرة ثانية سواء جلطة قلبية أو جلطة دماغية لا سمح الله. دكتور، يمكن حتكلمنا بالتفصيل عن أخطار التدخين على القلب، على الرئة، ما هي أجزاء الجسم الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر بالتدخين؟ القلب، رئة ذكرناها، الدماغ أيضا ذكرناه بالنسبة حق اللي هو شيخوخة والإصابة بالجلطات الدماغية. القدرة يعني الجنسية أيضا تتأثر مع فترات التدخين، فترات طويلة. الإصابة باللي هو انسدادات الشرايين المحيطية والشرايين الطرفية ممكن أيضا واحد من الأسباب. بعدين ندخل في التفاصيل اللي هي مثلا الإصابة باللي هو الغرغرينة لا سمح الله، والمضاعفات الثانية القلبية، الإصابة بال يعني خلينا نقول عنه في النهاية مثل ما تقولين، يعني تأثر القلب، تأثر كذا، تأثر التأثر حتى الكلية، دخول في الفشل الكلوي، كلها مثل ما تقولين يعني عوامل. هي رحلة، يعني إذا وصلت بتتأثر جميع الأعضاء اللي في الجسم بلا استثناء، حتى الأمعاء، يعني اللي هو احنا نقول عنه انسداد الشرايين داخل في الأمعاء قد يأثر على عمليات الهضم، على عمليات اللي هو الـ احنا نقول عن الذهاب إلى الحمام. كلها هذه لها علاقة يعني مباشرة أو غير مباشرة بالتدخين في حال عدم الإقلاع عنه أو في حال اللي هو مواصلات التدخين. يمكن دكتور احنا تكلمنا عن المظهر الخارجي وتأثير التدخين على ملامح الوجه والبشرة والشيخوخة المبكرة، ماذا عن اصفرار الأسنان والرائحة المنبعثة من المدخن؟ أوكي، هاي دخلنا في حين جزء ثاني. طبعا المسؤول عن ذلك اللي هو النيكوتين والقطران، الترسبات اللي بتكون مثلا في اليد مكان الجسم مكان ما يحط الجقارة، اللسان، الفم. لا تنسون أن العلاقة مباشرة مع اللي هو نقول عنه سرطان لثة الشفة والحنجرة، كلها لها علاقة مباشرة. واصفرار الأسنان جزء لا يتجزأ لترسب اللي هو المواد الكيميائية السامة الموجودة على الأسنان. وأكثر شيء احنا نخاف منه اللي هو وجود السرطانات الموجودة سواء في الجهاز اللي هو الهضمي، يعني من بداية من الفم والشفة إلى الحنجرة. مع تواجد العلاج لكن وعلى صغر حتى تقولين الورم إذا تواجد وهاي، بس احتمالية انتشاره كبيرة. دكتور، ماذا عن اللي يقلعون عن التدخين بعد حدوث بعض المضاعفات مثل الجلطة، هل لهم متابعة خاصة؟ خلينا نقول يعني الـ طبعا صارت الجلطة وذي يتم اللي هو العلاج الدوائي، ودائما احنا نركز على عدم حدوث الجلطة مرة أخرى سواء بالأدوية اللي هي المنشطة للقلب، الأدوية اللي مانعة للتخثر والمسيلة للدم خلينا نسميها، والأدوية اللي احنا نقول عنها اللي تحسن وظيفة القلب. كل هذه تعمل عمل احنا نقول عنه لمنع تكرار الإصابة بجلطة ثانية، وأيضا المحافظة على المكتسبات، يعني بمعنى صارت الجلطة، فتح الشريان، وضعت الدعامة، مع استمرارك بالتدخين قد تنسد الدعامة القلبية الموجودة، إقلاعك عنها يحافظ على اللي هو بقاء الدعامة مفتوحة،
على عدم تكرار تصلب الشريان، على عدم ترسب مواد ثانية موجودة في الشريان في جهات أخرى مو بس في الشريان مثلا الرئيسي، في الشرايين المختلفة. كلها هذه يجب على المريض يحطها في الاعتبار. طبعا بعض المرضى يقول لك يمكن ما أقدر أقلع عن التدخين، إذا جاء الحزن نقدر نحاول إحنا على اللي هو العيادات المتخصصة في هاي الموضوع لمساعدته. دكتور احنا عارضين على الشاشة أرقام من العيادات المتخصصة في الإقلاع عن التدخين، إذا ممكن تعطينا فكرة ماذا تقدم هذه العيادات المدخنين؟ ذكرناها اللي هو الفحص، الخطة العلاجية، وضع يعني نقول عنه منع الانتكاسة، تعمل بعض الفحوصات أيضا لنسبة النفس، كمية انفتاح الرئة، الضغط الدم، يشيك يعني يشيك عدة أشياء حتى عوامل الخطورة الثانية اللي موجودة. لذلك وضع الخطة العلاجية، وبعدين نشوف على حسب اللي هو الهاي يعني المريض يوضع اللي هو مثلا العلاج، سواء كانت اللزقات أو العلكة وخلافه من المتوفر حاليا في الصيدليات. دكتور معنا جواهر، مرحبا في جواهر. يا هلا مرحبا شيخة. أهلين الشيخة، أول شيء حابة أشكر لكم على هاي البرنامج وأشكر دكتور على المعلومات القيمة، وصراحة ما قصر بالنسبة حق يعني خبرنا عن سبل الأشياء الموجودة في واحد في كثير ممكن ما يعرفون عن هاي الأشياء اللي هو ممكن أفادنا فيها. بالنسبة حق بغيت سؤالي هو عن الخيارات المطروحة بالنسبة حق عقب ما الواحد يشخص إن عنده تصلب شرايين، بما أن هاي هو مجال تخصصه، وهل الخيارات العلاجية متاحة في المملكة خاصة في مجمع سلمانية الطبي كون المجمع الرئيسي في البحرين؟ شكرا للجواهر، وإن شاء الله الدكتور راح يجاوبك. شكرا. طبعا الخيارات العلاجية متوفرة معظمها في وزارة الصحة، من الأدوية المختلفة لعلاج مثلاً الجلطات القلبية، وذي في حال الحاجة إلى مثلاً القسطرة القلبية أيضاً يتم تحويل المريض مستشفى قوى الدفاع البحرين على أساس عمل القسطرة القلبية. الحمد لله يعني معظم الأشياء متوفرة، وسرعة يعني الوصول إليها في متناول يد الجميع الحمد لله. دكتور يمكن ذكرت خلال الحلقة اللصقات أو العلك، ممكن هذه الأشياء تتوفر في الصيدليات، مدى فاعلية هذه الأشياء في مساعدة المريض على الإقلاع عن التدخين؟ والله خلينا نقول الدراسات اللي أجرت عليها يعني إن لم نقل يعني مو أكثر من الثلثين اللي ممكن يقلعون إذا ابتدوا عليها، يعني يعني حلول ناجعة، لأن هي مسألة نقص المادة، يحس الواحد أن أنا هاي المادة اللي موجودة في اللي هو النيكوتين وهاي موجودة مدمن عليها، مو قد اللي هو المواد السامة والضارة الثانية، بقدر اللي هو رغبة الشخص بإشباعه من كمية النيكوتين الموجودة. هذه هي المادة إذا تواجدت الإنسان يمكن تغني عن الجيجارة، لأنه يحس أنه هو مثل ما تقول يعني يسيطر على أعصابه، يسيطر على تفكيره، يسيطر على الأعراض الجانبية اللي ممكن تصدر من امتناع عن التدخين. ولذلك هاي يعني المريض أول ما يأخذها بعضهم يعني يستجيبون استجابة رائعة صراحة، وبعضهم يقول ما زال، ولذلك نحن عندنا الاوبشنز موجوده، سواء ما فادت العلكه ذيك الحز اللي هو اللزقه، اذا ما فاد اللزقه ذيك الحز الحبوب، وهكذا حتى لين ما يعني مثل ما تقولين يتم السيطره على اللي هو الاعراض الجانبيه لين ما ناخذ اللي برا الامان. دكتور المريض وصل لعيادات الاقلاع عن التدخين، ولله الحمد اقلع عن التدخين، لكن دائما ما يكون هنالك او يكون المريض عرضه للانتكاسه، لذلك دائما ما نحاول ان نجنبه هذه العوامل. شنو هي اهم العوامل اللي ممكن تؤدي الى انتكاسه المريض وعودته للتدخين؟ خلينا نقول اللي هو الاسره، يمكن العامل العائلي هو المشجع، الوجود الأفراد اللي حوالينا هو اللي ممكن يساعده على سيطرته على الجسم، على اللي هو عدم الانتكاس. الصحبة، الرفقة،
شو الفائدة أنت قلعت عن التدخين عقب تروح تقعد يا ربعك نفسهم اللي كانوا يدخنون وبعدين تجد نفسك أن أنت في حال لا يرثى لها بروح بدخن وياهم بعد مرة ثانية. في نهاية المطاف هي الدائرة اللي هي الأسرة والأصدقاء اللي ممكن تساعدك أن أنت شنو تمتنع التدخين. وفي نفس الوقت ما بقول مثلا الأثر الضربة اللي جات مثلا جلطة ولا سمح الله أو شيء من هالقبيل بقدر ما هي السبورت الدعم من الجهات المختلفة من الأهل ومن الأصحاب. دكتور هل فعلا ريحة السيجارة تكون بمثابة العامل الجاذب واللي يخلي الشخص يعود إلى التدخين؟ يمكن يكون أكثر منها نفسي من هنا يكون مثلا يعني حقيقة. لا تنسون مثلا حتى رائحة السيجارة غير محبذة وفي بعضهم يتحسس من ريحة السيجارة يعني يمكن يقعد يصيد ردة فعل وحساسية نتيجة ريحة السيجارة. هي مسألة تعود مسألة قبول شخصي للريحة نفسها. لكن استنشاقها في نهاية المطاف يعادل ما هو اللي احنا نقول عنه شرب السيجارة نفسه. دكتور احنا ذكرنا الشيشة الإلكترونية والسيجارة، ماذا عن السيجار؟ هل هو يوازي السجائر العادية أو يفوقها ضررا؟ لأن هو بيور يعني أنت يعني تبغ نفسه إن لم يكن بمخلوط مواد سامة في نهاية المطاف يحتوي على الكميات نفسها من النيكوتين والقطران وخلافه. فالسيجار حالة من حال الجيجارة. دكتور يمكن احنا خلال الحلقة تعرضنا بس لم نتوسع على مدى ضرر السجائر على الأم الحامل أو الأجنة. إذا ممكن تعطينا فكرة أوسع عن هاي الضرر. حلو. اللي احنا نخاف منه دائما اللي هو وجود شخص مدخن موجود مع المرأة الحامل أو المرأة الحامل هي اللي تدخن. اللي نخاف منه اللي هو نقص الوزن حق الجنين، الولادة المبكرة، الموت الجنين في بطن الأم أو ولادته يكون لا سمح الله متوفي، كلها نتيجة نقص وصول الأكسجين للطفل ونقص اللي هو اللي احنا نقول عنه نمو الدماغ. المخيف طبعا اللي يعني مربوط اللي هو التشوهات الخلقية، هاي اللي نحن نخاف منه خصوصا في اللي هو في اللثة والشفة والجهة العليا من الفم. تشوهات خلقية ممكن تنتج عن التدخين أو التدخين الشره في المرأة الحامل أو السكندري يعني اللي يكون أحد موجود وياها في البيت. وشيء ثاني اللي هو الولادة المبكرة، هذه طبعا هاي الأشياء احنا دائما ننصح المرأة الحامل سواء بالامتناع عن التدخين إذا كانت مدخنة أو يعني الزوجة وهاي إنه يكون مبتعد عنها على الأقل في فترة اللي هي فترة الحمل. دكتور يمكن تعرضنا للعديد من الأضرار المخيفة والمميتة، يمكن تذكرت بداية الحلقة بأن مملكة البحرين على الرنك أو المستوى الثاني خليجيا الثالث عفوا خليجيا في مستوى التدخين. كيف ممكن يمكن احنا ذكرنا بأن مملكة البحرين تقوم بجهود عالية في رفع الوعي، لكن كيف ممكن احنا نساهم في زيادة الوعي بأضرار التدخين؟ طبعا الحملات التوعوية زيادة، المجمعات، المدارس كلها تساعد اللي هو التثقيف بالنسبة حق خصوصا في الفئة الشبابية، لأن هاي النسبة الثانية في على مستوى الخليج في النسبة الشبابية. يمكن الإنسان أو مثلا الشاب دائما يكون عنده تصور اللي احنا نقول عنه عما يشوف الضرر، يمكن هي مو يكون موجود عندنا في الخليج بصورة يعني نقول عنها يعني لما يشوف الإنسان الضرر يمكن يعتبر. إحنا روينا مثلا صور الرئة السليمة والرئة المدخنة، الآثار اللي ممكن تتسبب سواء من التدخين لفترات طويلة. الجهود الحين موجودة، لكن يبقى إحنا بعد نرجع إلى دور الأسرة، يبتدي من الأب والأم أن الابن يكون عارف هاي الشيء، الأصحاب، يمكن المتصل السابق اللي ذكر عن سالفة المدارس أو الجامعات، كلهم الكل دور، الكل لها ما نلغي دور أي أحد، الملصقات الإرشادية التعليمية
لازم تكون متوفرة في المدارس بصورة يعني بارزة أن هاي الشيء خطر عليك أنت كفرد، خطر حتى على اللي موجودين معاك. دكتور أنا راح أقف عند كلمة الأصحاب، يمكن لاحظنا الدول الأوروبية أو الأمريكية تلجأ إلى حلقات، مثلا نشوف عندهم حلقات المتعافين من الكحول أو المتعافين من التدخين. هل ممكن نطبق هاي الفكرة في مملكة البحرين، ومدى دعم هذه الفكرة، أو ممكن لأي درجة ممكن تساعد اللي أقلع عن التدخين بأنه يتمسك في إقلاعه عن التدخين؟ هي دائما تبتدي من حلقة صغيرة، أن الشخص عندما يشوف ويا واحد أقلع عن التدخين يساعده. ترى الضغط من اللي احنا نقول عنه نفس ما أقنعه بالتدخين، ممكن وتواجده مع ناس غير مدخنين يساعده أنه هو يقلع عن التدخين وبعدين يتجنب الرجوع إلى التدخين. هي دائما تبتدي من الفرد نفسه، وتبتدي من الحلقة اللي هي موجودة حوالينا، على أساس أنه هو يتجنب الرجوع أو لا يقع في المشكلة نفسها. احنا دائما نقول أهم حلقة العائلة، وتليها اللي هي الأصدقاء المقربين والأفراد. ودائما عم تصير المشكلة، أول نصيحة أنت كنت تدخن، وقف تدخين. يمكن حتى يقولون نفسهم أصحاب المدخنين يقولون لي إياها، وقف ترى أنت صادك اللي صادك، خلاص اقطع تدخين. يعني شيء مضحك يعني عم تشوفهم أنت في العناية تبع القلب وهاي، ويجون الناس حوالينا وذي بسبب دخان للدخنة كل يوم، يعني تبدأ الضحكة، لكن يعني الحمد لله يعني على الأقل عندهم الوعي، يعني ممكن أنهم للحين قاعدين يقومون بهاي السلوك الخاطئ، بس على الأقل عندهم الوعي بمدى مضار التدخين. هو الوعي موجود ترى، يعني معظم اللي قابلتهم ترى في الجسم ترى موجود، بس يعني في اللاوعي أنا بدخن بس يمكن ما يصيبني غيري صادة. زين يعني أنت شفت اللي صار حق الثانيين، يعني ما زلت تبي تواصل الدرب، هي نسبة تناسب، ويقول لك الله الحافظ والله الحافظ حق الجميع. مثل ما قلنا الإرادة دائما ما أنا أعزي هاي الشيء إلى الإرادة. دكتور في سؤال جدا مهم، يمكن إحنا ذكرنا وايد الجلطة ومدى ما يسبب التدخين أو يؤدي إلى الجلطة، هل الحجامة تقلل من نسبة حدوث الجلطة أو ممكن تكتشف الجلطة؟ الحجامة يعني ما لها بقول مثلا علاقة مباشرة الحين مع الجلطات وهاي، هي خلينا نقول عنها أحد وسائل التداوي، نقول عنها يعني وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دخولها في الجلطة وهاي يمكن ما تكون كم، يعني ما في شيء عندنا يعني دراسة مثلا ملموسة تقول والله شو اسمه، لكن هي كعلاج موجود لبعض الأمراض الأخرى وكذا، أنا ممكن الواحد يستخدمها. لكن فصل الدم أو فصل الدم عن طريق الحجامة وهاي يمكن ما في، لا بقول شيء ملموس نحن في يدنا نقول والله ممكن يمنع أو مثلا يأخر أو مثلا يعطيك فكرة متى بتصير مثلا الجلطة القلبية أو الجلطة الدماغية. دكتور أغلب المدخنين يمكن أنت ذكرت خلال اللقاء وأنا استوقفتني جدا هاي النقطة، 3000 شخص يجرب 2000 شخص يدمن، يعني نقدر نقول أن الخطوة الأولى لما الشخص يجرب، شنو ممكن تقول لكل شخص يقول أنا راح أجرب لمجرد التجربة وما يدري ممكن هاي التجربة تؤدي إلى الإدمان؟ هي دائما الخوف من أول مرة، يعني يمكن معظم الشباب نجي بعد الشباب اللي في الاستوديو هني ما شاء الله عليهم معظمهم مدخنين، نقول لهم هو في البداية يمكن يبتدي بجيجارة واحدة أو مثلا يبتدي بالشيشة، بعدين يلاقي نفسه لا الشيشة مو مكفيتني واروح حق الجيجارة، بعدين يشوف اللي اكو ترى صارهم مشاكل خل اروح على الجيجارة الإلكترونية يمكن تكون أصحى شوية، يعني كله واحد ترى ما فرقت، يعني هي أول خطوة. إذا الواحد عرف من أول خطوة ترى يعني الدرب ترى خطر، المفروض إنه يرجع من شو اسمه قبل لا يبتدي، إحنا نقول عنه يواصل شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين، بعدين يلاقي نفسه يقول ما أقدر أوقف عنها، يعني
في نهاية المطاف نفس ما قلنا هي الإرادة داخل الشخص اللي إذا بدأ، وإحنا قلنا هاي النسب عالمية على فكرة 3000 يجربون في اليوم، لكن اللي يواصلون تقريبا 2000 يوميا، يعني يكون كمدمن يوميا. بس ينافش الألف ذلين شنو كانوا، يعني صار فيهم الفرق، الفرقية هذه، الفرقية هذه أنه هو مثلا لعدة أسباب، سواء أسرية سواء مالية سواء هو حس أن هاي الشيء مهم، يعني محبذة يعني محبذة. هي مسألة اللي هو القدرة على التحكم في النفس والقدرة على اللي هو الانضباط، أن أنا انضبط أن أنا خلاص يعني أي شيء ما أجربه مرة ثانية. دكتور، يمكن خلال ساعة ونص اللي طافت ذكرنا العديد من الأخطار اللي ممكن أن يؤدي لها التدخين، الجلطات سواء كانت القلبية أو الدماغية، لكن ما زال هنالك العديد من الناس يصرون على التدخين. كلمتك ونصيحتك في الختام لكل شخص ما زال مصر على التدخين، ولكل شخص عنده البذرة أو النية في أنه يقلع عن التدخين. يمكن هاي تكون نصيحة، خلينا نقول بقدر ما تكون هي نصيحة أخوية. زور الناس اللي موجودين في المستشفى، يمكن الصحة تاج على يعني المرض عمائي، وتشوف الصحة تاج على رؤوس الأصحاء على قولتنا. زور الناس، شوف يعني حتى منصوح فيها يعني زيارة المريض، وشوف الأثر. أنت يعني اللي قبلك عانى، أنت ليش تبي تمشي في درب وتعاني منه؟ زيارة مثلا حتى لو كان مثلا ولد قاعد يدخن، شاف أبوه صادة والعمة وأحد من أهله وقرايبه أو خلافه أو من أصحابه حتى، علامات تيلة في الدرب ماشي فيها، وهاي الدنيا رحلة ماشي فيها، تشوف فلان وعلتان وكذا وكذا وكذا. يمكن الشخص ما بنقول يعني العبرة بقدر ما هي الحياة نفسها تعلم الشخص. ما بنقول مثلا خذ فلان عبرة وفلان عبرة وفلان عبرة، نعم يمكن يكون لك عبرة في الدرب، لكن عما تقدر وجود الصحة وقدرتك أن أنت تحافظ عليها بقدر الإمكان، مو بس حق نفسك، حق زوجتك، حق أسرتك، حق عائلتك، حق والدتك، حق أمك وأبوك كلهم. تقدر بعدين سالفة اللي هو أن السيجارة والتدخين خطر، وليش أنا أدخل في هاي الدرب اللي يمكن ما بطلع منه، حتى لو مثلا دخنت 5-10 سنوات ما فيني شيء، ما بتضمن عقب 15 سنة أو 20 سنة، وقد يكون الضرر شديد. يعني مثلا جلطة خفيفة لا سمح الله، أو مثلا جلطة دماغية خفيفة، قد تكون شلل نصفي كامل، أو يكون جلطة مرة واحدة ووفاة مفاجئة. كله في يد رب العالمين، يعني ما حيقدر يقول شو اسمه، لكن في نهاية المطاف هي الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب في النهاية. فعلا أنا أتفق مع الدكتور خالد، الصحة تاج على رأس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. طبعا نتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، ونتمنى لكل المدخنين أن يقلعون عن هذه الآفة التي تكلفنا في مملكة البحرين العديد من الموارد، سواء كانت المادية أو سواء كانت البشرية. في نهاية الحلقة نتمنى نكون وفقنا في عرض هذا الموضوع الهام والإجابة على تساؤلاتكم. طبعا نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد بن ثاني، استشاري أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، ولنا لقاء بإذن الله يتجدد خلال الأسابيع القادمة. لكم مني بدور عدنان ومن طاقم البرنامج أجمل تحية، إلى اللقاء.